تصاعد أعداد الأسر المتعففة بسبب ظروف الحروب الداخلية في المناطق المنكوبة وتكرار الأزمات الاقتصادية دون حلول دفع برغبة من شباب قضاء بيجي إلى إطلاق طريقة للتكافل الاجتماعي وجمع التبرعات عبر شراء الأسهم لبناء منازل الأيتام والأرامل ممن فقدوا المعيلة والدخل اليومي، ليتم وعلى عجالة تسليم البيت الثالث لمستحقيه، مؤكدين مواصلة العمل لإيواء أكبر عدد من المحتاجين. في هذا اليوم المبارك وفي شهر محرم الحرام، وفي هذا اليوم المبارك هو يوم العاشر من شهر محرم الحرام، هذا اليوم العظيم المبارك نفتتح فيه بيتا في قضاء بيجي لإحدى العوائل المتعففة المستحقة في هذا القضاء. حقيقة المشروع هذا ليس المشروع الأول، البيت الأول عفوا في قضاء بيجي، وإنما قبله بيتين وهذا هو البيت الثالث. ونحن في صدد إعلان التبرع لبيت آخر للعوائل، لإحدى العوائل المتعففة في قضاء بيجي والمستحقة. يجيء الاختيار لإحدى العوائل المستحقة والمتعففة من الأرامل والمتعففين والأيتام الذين يحتاجون إلى بيت يأويهم، أي ليس لديهم مأوى. فنطلق هذه المبادرة على منصات التواصل الاجتماعي في هذا القضاء المبارك الطيب، وقد أعلننا الحملة لهذا البيت المبارك كما سبقه غيره من البيوت، أن نجمع أموالا على شكل أسهم، مثلا 10 ملايين تقسم على 500 سهم، بدل أن تقسم على 100 سهم، حتى يشارك العدد الأكبر في هذه الأسهم وفي هذا الأجر العظيم المبارك، وحتى لا يكون ضغط على عدد معين من الأخوة المتبرعين، وإنما ينتشر هذا الخير للجميع، وحب الخير للغير هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنشكر جميع من ساهم في هذا العمل المبارك الذي نقدم فيه هذا البيت لهذه العائلة المستحقة لهذا المنزل. وبعد أن وجدنا هذا البيت عبارة عن هيكل وهو مصبوب، نشر لنا بعض الأخوة الأفاضل بأن البيت يحتاج إلى مبلغ مالي حتى يكتمل ثم تسكن فيه هذه العائلة المباركة. ثم جاء لنا الأخ مصطفى المحمود العيسى جزاه الله خيرا وبارك فيه، وهو رئيس الفريق الذي نحن نعمل فيه جميعا مع الشيخ حمودي السميحي والشيخ مصطفى أحلى للعطور المشهور بهذا الاسم. وكانت الفكرة بأن نجمع مبلغ ماليا بحوالي 8 ملايين أو 9 ملايين حتى يكتمل هذا البيت وتجلس فيه العائلة. فكانت الفكرة بأن نقوم بنشر هذا المبلغ على الفيسبوك بأننا نحتاجه، ويكون على طريقة الأسهم، كل سهم يكون عبارة عن 10,000 دينار، والذي يستطيع أكثر أو أقل لا نمنع بأن يشارك وأن يتصدق وأن يساعد وأن يساهم في إنجاز هذا العمل. والحمد لله رب العالمين، وجدنا تفاعلا كبيرا وإقبالا هائلا من جميع أهالي بيجي بكافة عشائرها، ومن أهالي تكريت ومن أهالي الشمال في أربيل، ممن يسكنون أربيل من أهالي بيجي، وأيضا ممن ليسوا من أهالي بيجي. تعاون الجميع من كل العشائر جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وتم جمع هذا المبلغ، والحمد لله رب العالمين، اكتمل هذا البيت بجهود الأخوة جميعا، وقد بذلوا جهدا وأوقاتا حتى يكتمل هذا البيت. وقامت أيضا اليد العاملة في بيجي من أهل الكهرباء ومن أهل المجاري ومن أهل السيراميك ومن أهل الأبواب. نشكر جميع من ساهم، نشكر جميع من تبرع، نشكر جميع من ساعد وبذل وقتا وجهدا في إكمال هذا البيت، وجزاكم الله خيرا. ألف مبارك عليكم. بارك عليك يا رحم الله والدك. مبروك عليك البيت الجديد، هذا المفتاح مال البيت. مبروك، مبارك عليك، مبارك عليك، بارك فيكم ان شاء الله. مبارك عليك، مبارك عليك، مبارك عليك، مبارك، بارك الله فيكم، مبارك عليك، مبارك عليك، العافية ان شاء الله.